السلام عليكم، ما زلنا في الفصل الثالث من منهج نظم التشغيل الأكاديمي واللي يتحدث فيه عن العمليات البروسيسز. ذكرنا في المحاضرة السابقة بداية الحديث عن البروسيس كرييشن اللي هو العمليات على البروسيس، واللي أول هي راح كانت البروسيس كرييشن اللي هو إنشاء العمليات. وذكرنا بأنه احنا راح نستخدم ما يسمى بالسيستم كول المسمى بالفورك اللي هو راح نستخدمه لإنشاء تشايلد بروسيس. يعني ذكرنا أنه في البداية أول ما يشتغل نظام التشغيل توجد عندنا البيرنت بروسيس اللي هي عادة تكون الروت او الكيرنل، بعد ذلك راح يتم خلق تشيلدرن بروسيسز اللي هي العمليات الابناء التي تنشا من العمليه الاصليه بعد استدعائها، اما من قبل سيستم بروجرامز او اليوزر بروجرامز او غيرها. هنا اكو عندنا مثال بسيط بلغه سي للفوركينج سيبريت بروسيس. يعني نفترض انه اكو عندنا عمليه اب موجوده بيرنت بروسيس، ونريد نفرع من عندها عمليه تشايلد باستخدام فد كود معين. هذا الكود هو مكتوب بلغه سي لتوضيح العمليه اللي راح تصير. طبعا هذا الكود هو يعتبر مبسط جدا، يعني قد لا يكون موجود في نظم التشغيل الحقيقية، لأنه هو مجرد يعني تعبير بسيط على العمليات اللي جاي تصير في عند إنشاء في the child process. خلينا نشوف نتبع الكود فقط لمعرفة ال structure أو الهيكل اللي من خلاله يتم عملية تفريع عملية جديدة من العملية الأصلية. في البداية طبعا include system types dot h, include studio dot h, include unicast studio dot h. هذه طبعا كلها يعني المكتبات اللي يتم استدعائها. بعد ذلك انتجر مين بي اي دي تي، هي بي اي دي بروسيس اي دي، عرفنا متغير اسمه بروسيس اي دي من نوع البي اي دي تي. فورك تشايلد بروسيس يعني تفريع عمليه ابن او يعني طفل من خلال استخدام السيستم كول اللي اسمه فورك، بحيث راح نكون البي اي دي تسوي لنا فورك. اذا كانت البي اي دي اصغر من صفر معناته اكو عندنا فد خطا حصل. تلاحظ انه هذه السلاش ثم ستار وستار ثم سلاش هذه هي عباره عن كومنتس، يعني فقط عباره عن عبارات للمستخدم، يعني هذا ما راح يتم تنفيذها، فقط هي رسائل يعني لنا، يعني كومنتس نستطيع من خلالها فهم البرنامج. فهنا اذا كان البروسيس اي دي اصغر من صفر معناتها حصل خطا عندنا معين، وبالتالي راح نطبع فد رساله معينه ستاندرد ايرور اللي هي فورك فيلد، يعني انشاء فد عمليه ابن فشلت، ونقوم بارجاع ريتيرن 1. احنا نعرف انه اذا ريتيرن 0 معناتها تمت العمليه بنجاح، اي ريتيرن اي رقم ثاني 1 2 3 الى اخره معناتها انه اكو هناك خطا في التنفيذ. اما اذا else if اذا كانت البروسيس اي دي صفر معناتها تشايلد بروسيس، هذه العمليه هي من نوع تشايلد، راح نقوم بتنفيذ هذا الايعاز اللي هو سلاش بن سلاش ls ls nil. هذا طبعا يعني لها علاقه بالستركتشر الخاص بالملفات الموجوده في لينكس. else يعني اذا لم يكن لا اقل من صفر ولا صفر فهو معناته راح يكون هو اكبر من صفر، وبالتالي راح يكون هو البيرنت بروسيس. معناته احنا في حاله الفورك نقوم بانشاء عمليه من نوع البيرنت. البيرنت ويل ويت فور ذا تشايلد تو كومبليت، يعني هنا عند انشاء عمليه بيرنت راح تنتظر لانتهاء عمليه التشايلد ثم بعد ذلك يعني تكتمل. فراح ننتظر الى ان تجينا النل، بعد ذلك برنت اف تشايلد كومبليت، يعني هاي مجرد انه نطبع رساله بانه التشايلد اكتمل تنفيذها، وبالتالي بعد ذلك راح يكتمل يعني تنفيذ البيرنت بروسيس مباشرة. هذه هي فقط تعبير مبسط على اللي ذكرناه في المحاضرة السابقة، انه كيف ان العملية عندما نقوم بعملية فورك اذا كانت بيرنت فهي راح تنتظر، اما اذا كانت تشايلد فراح تتم يعني عملية تنفيذها من خلال الاكسكيوت اللي هو ايضا سيستم كول. بعد ما نتم الاكسكيوت نقوم بالوصول الى اكزيت اللي هي هنا يتم تمثيلها من خلال الويت نل. بعد ذلك يعني لاحظ انه البيرنت اللي كان في حالة ويت ايضا ينتهي او يكمل عمله، مثل ما هنا واضح ان التشايلد كومبليت، بعد ذلك الاب راح يكمل عمله، واذا لم يكن هناك شيء لاجرائه راح فقط نقوم بارجاع ريتيرن 0. هذا فقط لفورك سيبريت بروسيس. بالنسبه للمثال الثاني اللي ايضا مذكور في المنهج هو كرييتنج سيبريت بروسيس فيا ويندوز اي بي اي. هذا اللي ذكرناه سابقا، هذا يشتغل في نظام لينكس لانه مثل ما تلاحظ انه سلاش بن سلاش ال اس، هذه اعازات خاصه بلينكس. اما بالنسبه للويندوز فايضا يعني نبدا البرنامج ايضا بلغه سي، include studio.h windows.h integer main void. هنا البرنامج ما راح يرجع اي شيء، في حين هنا البرنامج ما كان void ولذلك رجعنا return 0. هنا لانه اكو void فما راح يكون عندنا اكو return 0. startup information متغير من نوع startup information سميناه si، والمتغير اللي اسمه process information سميناه pi. بالبدايه نخصص الذاكره لهذه العمليه، مثل ما نعرف احنا اي عمليه يتم انشائها يجب تخصيص ذاكره لها، وطبعا هذه يعني دوال انشاء العمليات وتخصيص الذاكره هذه تحتاج يعني دراسه مفصله وطويله للويندوز دوت اتش، يعني هذا الملف الرئيسي او المكتبه الرئيسيه اللي نستدعيها. احنا حاليا في المنهج هو ما نتطرق لها بشكل رئيسي، ولكن فقط المطلوب من هذا البرنامج هو معرفه الهيكل او الستراكشر اللي تتم من خلاله انشاء العمليات وانشاء يعني البيرنت بروسس والتشايلد بروسس وغيرها.
تلاحظ انه بالبدايه يتم استدعاء فد فانكشن معينه اللي هي زيرو ميموري، وهذا ريفرنس طبعا للاس اي وسايز اوف اس اي. بعد ذلك اس اي دوت سي بي يساوي سايز اوف اس اي، هذا اللي هو حجم الاس اي يعني كبروسيس، زيرو ميموري اند بي اي اذا سايز اوف بي اي. هذه فقط مجرد دوال ثابته لانشاء او لتخصيص الذاكره لهذه العمليه الجديده. بعد ذلك نقوم بانشاء الكرييت تشايلد بروسيس اذا كانت اف، هذا طبعا شرط معين، اف كل هذه الامور متحققه، اف نوت كرييت بروسيس اوف نل اللي هي باستخدام الكوماند لاين سي نقطتين سلاش ان ويندوز سيستم 32 ام ام اس بينت مثلا، هذا مايكروسوفت بينت يعني هذا البرنامج اللي احنا قاعد نفترضه هو قاعد يشتغل، قد يكون اي برنامج اخر يعني هذا هو البينت الموجود في الويندوز، قد يكون اي برنامج اخر مثل ما ذكرنا. هذا الإعاز ايضا يعني اذا تحقق كل هذه الشروط، اذا كانت النوت بروسيس نوت يعني هاي يقصد بها النفي، نول دونت انهيرت بروسيس هاندل، نول دونت انهيرت ثريد هاندل، هذا يكون مجرد تعليقات يعني هو اللي يهمنا انه نوت بروسيس كرييت نول سي نقطتين سلاشين وغيرها نول نول فولس زيرو نول نول اند اس اي اند بي اي، كل واحده من هذني يعني موضح المعنى مالتها امامها. اذا كل هذه الشروط تحققت معناتها راح نطبع في الرساله تقول بانه كرييت بروسيس فيلد، لانه الكرييت بروسيس هنا منفيه يعني انه تحققت في حاله الصفر، فنطبع رساله انه كرييت بروسيس فيلد وريتيرن ماينس 1 لانه العمليه لن تتم بنجاح. Otherwise يعني اذا هذا الشرط كله ما تحقق فراح يتحقق هذا الشرط اللي هو البيرنت ويل ويت فور ذا تشايلد تو كومبليت ويت فور سنجل اوبجكت بي اي دوت اتش بروسيس دوت فارزه طبعا انفاينايت، يعني هنا ينتظر الى ما لا نهايه الى ان ينتهي تشايلد. طبعا وهذه تعتبر مشكله في نظام التشغيل لانه اذا كانت هناك تشايلد يعني في حاله هانج اوت يعني معلق مثل ما نسميه راح يظل البيرنت مستمر يعني بالانتظار مده طويله الى ان نقوم نحن بانهاء العمليه. بعد ذلك عندما ينتهي التشايلد راح نطبع رساله التشايلد كومبليت، واخيرا نقوم باغلاق الهاندل اللي هو عمليه انشاء البروسيس الجديده سواء كانت بيرنت او تشايلد من خلال استخدام الكلوز هاندل بي اي دوت اتش بروسيس وكلوز هاندل بي اي دوت اتش ثريد، يعني قمنا باغلاق البروسيس كعمليه واغلاق الثريد في داخلها. هذه هي مجرد امثله بسيطه على البرامج اللي ممكن يعني تستخدم لانشاء العمليات، فقط لتوضيح السيستم كولز اللي تحدثنا عنها سابقا اللي هي الويت والفورك. بالنسبة للبروسيس ترمينيشن اللي هو انهاء العمليات اللي هو يعتبر الوظيفة الثانية من الوظائف او الاوبريشنز الاجراءات التي تجري على العمليات، عادة عندما العملية تقوم بتنفيذ اخر عبارة فيها فانها سوف تطلب من نظام التشغيل حذفها باستخدام السيستم كول المسمى اكزيت. بعد ما تقوم العملية باستدعاء الاكزيت راح تقوم بارجاع البيانات الحالة الخاصة بها من التشايلد بروسيس الى البيرنت بروسيس من خلال استخدام ايضا السيستم كول اللي اسمه ويت. طبعا البروسيس ريسورسز يتم اعادة تخصيصها، يعني الموارد التي كانت مخصصه للعمليه يتم اعاده تخصيصها من قبل نظام التشغيل، يعني الذاكره اللي كانت مشغوله من قبلها وحيز الادخال والاخراج وحيز المعالج ايضا اللي كان مشغول من قبل هذه العمليه يتم تحريره واعاده تخصيصه لعمليات اخرى من قبل نظام التشغيل، وهنا طبعا يجي دور نظام التشغيل في هذه العمليه. البيرنت may terminate the execution of the children processes، يعني بعض الاحيان عمليه الاب ستقوم بانهاء العمل لعمليات الابناء قبل انتهاء عملها بشكل طبيعي باستخدام نظام يعني استدعاء النظام او نداء النظام اللي يسمى ابورت، الابورت اللي هو اجهاض او انهاء قبل الاوان. بعض الاسباب لهذا الشيء انه بعض الاحيان انه تشايلد بروسيس تتجاوز الموارد المخصصه لها، وبالتالي فالبيرنت بروسيس تحتاج انه تقوم بانهائها لانه قد تكون هي فيروس او قد تكون عمليه مضروبه او قد يكون هناك خطا في البرنامج الخاص بالتشايلد بروسيس. بعض الأحيان المهمة المسندة إلى Child Process لم تعد مطلوبة، وبالتالي يجب على Parent Process أن يقوم بإنهائها قبل يعني انتهائها بشكل طبيعي. بعض الأحيان The Parent is exiting and the operating system doesn't allow the child to continue، يعني بعض نظم التشغيل لا تسمح للChild بالاستمرار بالعمل إذا تم إنهاء Parent، يعني إذا كان هناك عملية رئيسية وانتهت وقمنا بإغلاقها مباشرة النظام التشغيل يقوم بإغلاق كل العمليات الأبناء لهذه العملية. طبعا هذه بعض نظم التشغيل مو كلها. بعض نظم التشغيل لا تسمح للتشايلد بالوجود اذا كان البيرنت قد انتهى، واذا كانت العمليه قد انتهت فكل ابنائها سوف يتم انهائهم مباشره، هذا ما يسمى بالكاسكيد ترمينيشن اللي هو الانهاء يعني الكاسكيدنج اللي هو ترجمتها الحرفيه كاسكيدنج اللي هو المتعاقب او المتسلسل او المتصل يعني بعضها البعض، بحيث انه البيرنت بروسيس اذا انهيت سيتم انهاء كل التشيلدرن بروسيسز مباشره، تعريفها بانه كل الابناء والاحفاد ايضا وكل يعني كل الشجره تنتهي اذا انتهى البيرنت الخاص بها. طبعا التيرمينيشن از انيشيتد باي ذا اوبريتنج سيستم، يعني الانهاء يتم بدءه يعني استدعاءه من قبل نظام التشغيل. البيرنت بروسيس
العملية الأب قد تنتظر انتهاء الأبناء، ثم بعد ذلك تقوم بإرجاع بياناتها إلى نظام التشغيل باستخدام ما يسمى بالويت سيستم كول. طبعا the call returns the status information and the process ID to the of the terminating process. يعني راح يستخدم الويت سيستم كول اللي راح يرجع لنا معلومات الحالة الخاصة بالchild process وكذلك الـ process ID. هنا راح يصير عندنا حالتين، اما انه البيرنت از ويتنج، يعني if no parent waiting، اذا لم يكن هناك عملية اب تنتظر ولم يتم استدعاء السيستم كول اللي يسمى wait، راح تحصل البروسيس تسمى زومبي. اما اذا البيرنت تم انهائه بدون استدعاء الويت فالعملية بهذه الحالة راح تسمى اورفن اللي هو يتيم. هذه الحالتين الاثنين اللي ممكن تصير عندنا في حالة انه تنتهي العملية الاب والعمليات الابناء لم تنتهي بعد، وبالتالي راح نضطر انه ننهي عمليات الابناء باستخدام الويت سيستم كول وارجاع بياناتها من الشايلد بروسيس الى البيرنت بروسيس ومنها الى نظام تشغيل قبل ان تنتهي العمليه وتخرج من الذاكره الرئيسيه. هذا هو كل ما يخص يعني البروسيس اوبريشنز اون بروسيسز. بالمحاضره القادمه ان شاء الله راح نبدأ نتحدث عن المالتي بروسيس اركتكتشر، وناخذ الجوجل كروم كمثال على كيفيه وجود عده عمليات تعمل في الوقت الواحد بالنسبه للبرنامج الواحد. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.